مشاهدي شوف تيفي تبارك الله يكون في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة. كنت واجدوا أمام الملعب الشرفي لمدينة وجدة. لا ما نشوف صوركم ما نشوف صورك. لا. أمام الملعب الشرفي لمدينة وجدة يعني لحظات قبل بداية مباراة نهضة بركان والمولودية الوجدية بالطبع. شنو هي توقعاتكم هذا النهار هذا الديربي يعني هذه المباراة اللي صراحة يعني صعيبة وصعيبة بزاف يعني اللي خص ضروري مولودية وجدة خصو يحقق الفوز وكذلك النهضة البركانية خصها كذلك تهيئة تخرج بفوز بانتصار هنايا. كما كتعرفوا يعني المولودية الوجدية كتعرف يعني مجموعة ديال 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 المشاكل خصوصا مع المدرب ودو وكذلك مشاكل ودية مادية مشاكل ديال تأهيل ديال اللاعبين حيت نادي المولودية الوجدية يعني كما كنعرفوا يعني فيه كريدي ديال مليار جوج المليار و800. إذن خوتي اخواتاتي شنو هو التوقع ديالكم؟ هل ستفوز المولودية الوجدية ام ستفوز نهضة بركانية ام الحصيلة غادي تكون يعني تعادل من اللحظات قبل بداية المباراة؟ اليوم كنا درنا خدينا بعض التصريحات مع بعض المحبين ديال نادي المولودية الوجدية اللي اغلبيتهم يعني كيقول لك بلي انه غادي يكون انتصار ديال الفرقه ديالهم اللي هي المولودية الوجدية وكذلك وكان غادي تدير يعني تاخذ تصريحات على جمهور يعني كل واحد كيبغي الفريق ديالو باش انهم يربح. اذا خوتي اخواتاتي يعني لحظات قبل بداية المباراة كما كتعرفوا يعني دوماج الملاعب بلا جمهور هذا المعنى هذا الناس يعني متشوقة أنها ترجع للمدرجات. قبيلة درنا واحد طليلة على الملعب من الداخل صراحة يعني تأسفنا وتوحشنا هذاك الجو ديال المباريات. نتمنى التوفيق لجميع الفرق الوطنية، نتمنى حظ سعيد لفريق مدينة وجدة المولودية الوجدية. صراحة يعني مباراة صعيبة وفي الظرفية اللي كيمر منها النادي واللاعبين والمدرب يعني مجموعة تاع الأمور كما كتعرفوا يعني بداية الخلاف يعني مع سائق الحافلة تاع المولودية الوجدية تدهور ديال الصحة ديال عبد السلام مودو اللي حتى الآن موجود يعني في مصحة خاصة. كاين يعني مشاكل مادية اللي خلات أنه الجميع ما ترخصش للفريق باش أنه لاعبين باش أنهم يلعبوا باش يلعبوا يعني إلا إذا كانت الضمانات. ديجا نادي المولودية الوجدية عطى نيراس الجامعة على أساس يعني ملتمس باش أنه تسرع كما كنقولوا حنايا ولكن يعني مجموعة ديال المشاكل عكس الموسم اللي داز المولودية يعني احتلت المرتبة الخامسة كان يعني الرضا نتاع الجمهور ولكن هذه السنة كانت بداية متعثرة مجموعة ديال المشاكل يعني في النادي لا مع المدرب ولا مع المكتب المسير ولا مجموعة ديال الأمور يعني السبب الرئيسي كنظن أنه يعني حتى قلة الدعم ديال السبونسور اللي ما كانش النادي ديال المولودية اللي خلاه انه يدخل في واحد الازمه ماليه خانقه اللي تعطاش كان تقرير المالي والادبي يعني اللي تعطات عينيها فيها يعني لا كونطابيليتي ديال المولودية عطات بلي انه فيهم مو 2 المليار و800 يعني خصهم يعني السبونسور كنتمنوا انهم اعيان المدينه ولي بيزنس مان الناس يعني من الفلوس يعاونوا الفرقه يعاونوها يعاونوا الفرقة ويدعموها ولأن الفرقة تاع المدينة وجهة تاع المدينة وكيبقى نادي المولودية الوجدية يعني واحد النادي اللي عريق وعنده تاريخ وكذلك يعني مجموعة ديال الفرق الوطنية اللي عندها تاريخ كذلك ما نساوش يعني القوة ديال النادي ديال نهضة بركان بطل إفريقيا يعني تا هو فريق قوي لذا اليوم غادي تكون مباراة صعبة وصعبة بزاف الا اذا كانت في مفاجات هادشي اللي كاين. اذا تبارك الله عليكم دابا حنا مباشره امام الملعب الشرفي بمدينه وجده كنظن انه الصافره كنسمع الصافره من هنايا اذا المباراه
راها بدات. كنتمنوا حظ سعيد لكلا الفريقين فريق النهضه، لان الجماهير دائما تتوق الى النصر، يعني كيبغوا الفريق ديالهم اللي كيشجعوه باش انه يربح. الفريق ديال المولوديه الوجديه الجمهور ديالو كيبغيوه باش يربح، فريق النهضه الجمهور ديالو كذلك كيبغي باش يربح. كيكون مناوشات، كيكون هضره، كتكون مجموعه امور، ولكن كنبقاو خوت، كنبقاو مغاربه، وكتبقى الروح الرياضيه طبعا، والانتصار دائما كيكون اللي عنده يعني غادي تكون ان شاء الله المباراه مباشره على القناه الرياضيه. اذا شنو هي توقعاتكم لهذه المباراه؟ التوقعات ديالكم المباراه؟ اذا خوتي خواتاتي نخليكم وتحنا نمشيو نتفرجوا نشوفوا المقابله ديال المولوديه وجديه ونادي نهضه بركان، كي غادي يدوز وشكون اللي غادي ينتصر، ولا نعوده ان شاء الله يعني بعد نهايه المباراه، وغادي نشوفوا النتيجه وغادي ننقل لكم الاحداث عاوتاني النهايه تاع المباراه هنا من ملعب الشرفي بمدينه وجده ان شاء الله. اذا تحياتي ودمتم في رعايه الله.